بس بعيونك انت تطيق تفرق بين السيارة هذه كلاسيك وتطيق تفرق بين السيارة الحديثية، خاصة اذا وقفت وحدي يم الاخر راح تحس بالاصالة، وبنفس الوقت راح تشع سيارة الاخ تحس بغير شيء. حافظنا عليها بكل الظروف الصعبة، خاصة بظروف الحروب، يعني كنا نتعمد نوديها إلى مكانات نحافظ عليها، نغطيها أو نخليها تحت سقيفة من الدمار، من الحرب، من القصف. هاي سيارات قديمة وركبوها ملوك، ركبوها وزراء قدماء عراقيين، وهاي سيارة حديدة، حديد ثقيل، يعني شيء من النوع القديم، ما ماكو شيء بليت.